Assalamu alaikum, hello students. In this video, we will learn about past perfect tense. Now, I'm pretty sure that most of you already know past simple. But past perfect is different. Past perfect talks about the past in the past. الماضي ديال الماضي. Here is the present. هنا عندنا الحاضر. Here is the future. هنا المستقبل. And the past, والماضي. Past simple talks about an action in the past. الماضي كيهضر على شي حاجة وقعت في الماضي بكل بساطة. والpast perfect كاين في هاد البلاصة. يعني شي حاجة في الباست وقعت قبل من شي حاجة في الباست تاهي. هاد الشي علاش قلت لكم the past in the past. How do we form the past perfect? The structure of the past perfect tense is subject plus auxiliary verb, yani had, plus verb in past participle. Example, I had eaten, عندنا subject ديالنا اللي هو I, عندنا had, اللي هو قلنا هو auxiliary verb, وهاد auxiliary ما كيتبدلش. ديما كنديرو had كيف ما هي ما كتبدلش. وعندنا eaten اللي هو ال past participle ديال eat. When do we use past perfect and how do we use it? قلت كنستعملوه منين كنبغيو نهضرو على شي حاجة وقعات قبل من شي حاجة أخرى في الماضي. Let's say at this point you watch TV. في هذه النقطة تفرجتي في التلفاز. في واحد النقطة قبل من هذه كنتي كليتي شي حاجة. Right. إذا بغينا نديرهم في جملة ونقوله قبل ما نتفرج في التلفازة كنت كليت. أو لا كليت قبل ما نتفرج في التلفازة. كين اللي غايدير After I ate my lunch for example I watched TV. بعد ما كليت تفرجت في التلفازة وراه incorrect خطأ. استعملنا بجوجهم simple past باش نعبروا على حاجة وقعت قبل من حاجة في past وهذا الشيء impossible في English grammar. وهنا تجي الدور ديال past perfect. ديك الحاجة اللي وقعت قبل من حاجة تانية راه هي past perfect. يعني غنقولو after I had eaten my lunch comma I watched TV. بعد ما كليت الغداء ديالي تفرجت في التلفازة. وهذه هي الجملة الصحيحة. نعود نفس الجملة ولكن بطريقة أخرى. Before I watched TV I had eaten my lunch. نفس المعنى ولكن structure ديال الجملة بدل. قبل ما نتفرج في التلفازة كليت الغداء ديالي. إذن كنفهمو بلي past perfect هي تهضر على شي حاجة وقعات قبل من حاجة أخرى بكل بساطة. ملي كنبغيو ناكلو في الإسلام خصنا لابد نقولو بسم الله. هادشي معروف. ونردو هاد القضية هادي في شي sentence. Before I started eating I had said بسم الله. قبل ما نبدا ناكل قلت بسم الله. دابا نخليو نفس المعنى نبدلو غير الجملة. After I had said بسم الله I started eating. نعطيكم another common example. أغلبية ديال الأساتذة في المغرب تستعملوا هاد الإكزامبل. Well they're not like the one in the picture but anyway. اللي هو the train between brackets leave before I arrive at the station. انت ولا انت خصك تفهم من الكونتكست شنو يقدر يكون كيعني هاد السنتنس. The train had left before I arrived at the station. يعني the train مشى فحالو قبل ما نجي انا المحطة. نفس المعنى نبدلو غا structure. After the train had left I arrived at the station. ولا كاع before I arrived at the station
قبل ما نجي للستيشن. The train had left. And as we can see, I have been using after and before from the beginning. يعني ديك after and before استعملتها من الأول في قال examples. واش لابد ندخلوهم في sentence ديالنا منين نكونو كنخدمو past perfect؟ The answer is no. Hit before and after are just indicators and tools that we use to clarify the sentence. Indicators يعني مؤشرات. منين كنشوفو after و before كنعرفو بلي كاين past perfect. ولكن be careful. حيتاش ماشي لابد نديروهم. هادشي علاش يقدر الأستاذ ولا الأستاذة ديالكم يتستيو your intelligence ويديرو sentence فيه before ولا after ويجيبك الله راه past perfect. إذن حضنوا راسكم وما غيكوش past perfect وغيبغى الأستاذ والأستاذة بحال يلعبوا عليكم ويشوفوا واش مطورين ولا مش مطورين وغادي يحط لكم هذيك after ولا before وتصدقوا مصيدين. نشوفوا شي example ما فيهش before ولا after. كتعاود لصاحبك على شنو وقع لك مع الترند فاهمين؟ غتقول له ديك الاكزامبل ديال قبيله نحيدو بيفور و افتر وغتقول لصاحبك وي وير ليت فاهمين؟ وي وير ليت ذا ترين هاد ليفت صافي. وتا هذا راه باست بيرفكت ماشي لابد يكون في افتر ولا بيفور. واحد السؤال غادي يجيكم في البال كان وي يوز past perfect with only one clause instead of a sentence. يعني ديك الاكزامبل ديال train واش نقدروا نقولوا the train had left غير هكاك بوحده يعني غير هاد الجمله the train had left واش نقدروا نقولوها بوحدها يعني تكون كتكتب رايتين ديالك ودير هاد الفهمه هادي اييه ديرها مزيان لا راه wrong خطا حيت لا بغيتي تهضر على past perfect بعدا خصك داك الاكشن اللي غتجي موراه تكون محطوطه. ما يمكنش تقول the train مشى وتحبس تن مشى فحالو ايوا وتحبس يعني ما كاينش ما عطيتيش شي حاجه اخرى قلتي غير the train had left. لا خصك تقول train مشى قبل ما نجي المحطه. إذن كنفهمو بلي باش نديرو الـ past perfect خص واحد الـ clause يكون فيها الـ past simple يعني الجملة كتقسم لجوج واحد الجزء تيكون فيه الـ past simple والآخر تيكون فيه الـ past perfect. Past perfect is very very easy to be honest. It is actually easier than present perfect. This is it for this lesson. Don't forget to subscribe to learn more with EasyGlish. And of course, check out our page on Facebook. Like and share this video with your classmates. Selamat.